هاي جبال سنام. احنا اليوم توفي زميلنا في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية كاسكو شركة كويتية خدمات طيران، زميلنا رياض فهد عثمان السعيد الله يرحمه، كان معنا بدار الشؤون الإدارية وقسم التخليص الجمركي والخدمات المساندة، ويانا انا وسيدي الدملخي الله يرحمه مقروم وزيد المحافظة مقبرة الجهراء في دولة الكويت الحبيبة. نبي الحين الساعة تقريبا 3:30 عشان الدفان الله يرحمه. فهذه بالمرة جبال سنام، شوفوها ممتدة بالطول. محافظة الجهرة كان الوالد سيد هاشم بن أحمد الرفاعي وزير نائب الشيخ الطريق الرفاعي الصوفية، كان هو يشتغل بالعبد المطلع بالأمن العام، هو ويا العم سيمان المشعان ومزين وغيرهم الشمري طوالوا، كان عنده حبايب هني الحسينيين وغيرهم يزورهم، ولهم لهجة خاصة أنا نفس ما علمتكم. إن شاء الله الفاتحة على روحه وروح الوالد سيد على الجميع، رحم موتانا شافي مرضانا يا رب بالكون كل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي لا تروح عليها، لا مكتوب محمية الجهرة، وهي لأن الدمخي ما شاء الله الدملخي والدوخي عارف في سبحان الله الدنيا تدور والأيام تدور، والله يرحم الأموات ويوفق الأحياء. محافظة الجهرة يعني محافظة كبيرة وفيها رجالات كثير من القبائل العربية وال الحجرف والطوالة الشمر والصويت والشريعان والنهار المطيري والقحص العنزي ونهج العنزي، وايد نواب كانوا فيها، لا في الشمري كان مع الوالد بالستينات، وفيها الحسينيين وفيها السعيد وفيها العيار وفيها الحبشي وفيها الأمير، وايد فيها فيها يعني من كل العوائل الكويتية، البسام وفيها الروضان وفيها كنادرة والعوضية وغيرهم. كان الوالد درس يقول كلنا عبيد والمولى يفعل فينا ما يريد. إن شاء الله دوخي ما يضيعنا ونوصل إلى مبتغانا يا رب الفاتح. والله وحد الله والسلام، ونرجع بعدين إن شاء الله نزور الوالد مقبرة السابقات ونعز الأموات. وهكذا الدنيا إي والله. الله جزيرة بوبيان والصبية وربع بوبيان جزر كويتية، هذا مني يمكن سكر سيدي الفيديو. لا خليك دور سيدي، لا مكتوب هنا شنو، لا حطت بنزين تجيك الحسين. هاي العبدلي والعراق الحين طريق الشيخ جابر الأحمد جابر صباح رحمه الله امير القلوب ابي الدوله. قربت التحويله سيد، تلف منها وتاخذ اليسار لا إيه؟ يا رب نحن نلحقهم. طيب سيد لف وتروح على اليسار مقبره معسكر لواء المغاوير 25 الله يوفقهم، وبيان الصبيه هنا يكون طفناها شهره. ناخذ يمين؟ لا لا دغري دغري خليك الحسيد، لا ضيعنا يا الدوخي. لا لا, لا. هاي جبال سنام، والله يمكن فتنا الجهرة احنا، ولا هي المقبرة يمكن بعيدة عن المحافظة شوية. هاي المملكة العربية السعودية السالمة لتجاه نحو اليمين باتجاه الطريق المنحدرة 600 متر تأخذ على اليمين تأخذ اليسار. لا ايه؟ ما شاء الله يا رب وصلنا إلى هدفنا يا رب. بسم الله قربت سيدنا. هناخذ يمين خليك سيدة الحزيوة. ها ناخذ يمين الاتجاه نحو اليمين باتجاه الطريق المنحدرة من هنا سيد. من هنا هاي فائدة جوجل يا رب، هذا بعد واحد يصير دليلة لنا إن شاء الله. مكتوب هنا منتجع سليل الجهراء كبر الثور بعد الكوعدة يقضي اليمين مباشرة، هذا قزو الصدام مكسر، وهني مشاريع وايد بالمرة نرخ لكم بس احنا مستعجلون. شوفوا على اليسار هاي البيوت مالت منطقة العبدلي، يقولون صخرية فتعبوا فيها شركات كورية وغيرها فاتحوا. امين. احنا استخبرت انا بسرعة نزلوا هم الجنائز بلدية اسم الله يرحمه بسرعة فما لحقنا مبكر. مكتوب الى مدينة كويتا الى المسيلة
يا رب يا رب. بس اذا حط باتجاه المقبره الحين سيده خليك سيده. ها الدوخي والدملخي والرامزي السبسبي والمراشحي كلهم عوائلهم والرفاعي والصيادي والحسيني. شوف الله قرانا قارمة مقبرة الله يرحمه. هاي منك محافظة الجهرة شوفوا حلوة الفاتحة. وهاي هني في مزارع أو مرات يعني الواحد يصور بسرعة لأنه مباني حلوة. فاتحة منحدرة الحين. وين سيدي شغلة؟ بعد 3 كيلومترات الاتجاه نحو المخرج إلى اليمين. اليمين لا يسار سيد. لا إلى اليمين يقول. لا لا سيد يسار. لا لا. يسار ها؟ خليش بعدين قدام سيد. خلنا نتأكد قال إلى اليمين. لا سيد لا على اليسار. على اليسار. ها؟ على اليسار سيد. إيش دراك؟ شايف ها؟ على اليسار. روح أكيد. إحنا ورا الدوخي. أنا معك سيد. والدوخي ما ندري. يمكن فوق يمين يسار بعدين. لا سيد. بلا شوف القارمة اللي هنا مكتوبة. مضبوط ماشي سيد. روح توخرها. أكيد. لا نتأخر. عطنا شغل عجيب سيد. قال على بعد 3 كيلو حس تاخذ اليمين تعرف على المقبره. يا رب الفاتحه هون 2 كيلو. فيها بعضها جواخير. يكون هاي المقبره يمكن. يا سيد يلا حد الساعه. لا هذا مثل السجن. مو احنا نمشي عجل بس يا سيد هذا دلالته مضبوطه. كاتب. اتهوى. الحس تجينا على اليمين سيد شويه. شو الحاس؟ كلمه داريه سوري. شوي. مكتوب هنا طريق جاسم محمد الخرافي. استغفر الله. هسه اول دخله تجيك سيد على اليمين تروح. على بعد 600 متر الاتجاه نحو المخرج الى اليمين. المخرج خذ اليمين سيد على بعد 600 متر. شنو مكتوب؟ سبحان الله ضياء معسكر مدينه الحجاج. قاعدة سالم الصباح وقاعدة علي سالم الصباح وعسكر ام الروس. مقبرة الجهرة. اي والله ما شاء الله عليك شوفوها مقبرة الجهرة رحمهم الله وجميع الفاتحة. مركز تجمع الاطارات التالفة. الاتجاه نحو اليسار. الحين يمين ولا يسار؟ الاتجاه نحو اليمين قليلا. اليمين ورا السيارة. ايوه شوفوا هني مثل جواخير خفيفة وهذا مال النفط. بعضهم سنترالات مالت النفط كهرباء. ما قالوا اختلط الحابل بالنابل. هذاك مسجد يمكن هي هذاك. وشوفوا المسجد يمكن هاي المقبرة سيدي. شوف هذيك الله يرحمه. هذيك دولة سيد سيده. هاي المقبرة على ما اظن لان يمها مسجد. شوف عالم. جزاهم الله خير. احنا ذيك المرة شجعنا مسجد الغانم خرافي على مقبرة الجهرة وما وان شاء الله يسوون عند صبحان وجعفريه وهني يعدل هذه الفاتحه لين المدخل بس. تمام سيد خليني اعجب بس يلا الحال ظل ماشي دغري سيده بعدين يجيك على اليمين بعدين على اليمين. يا رب. هاي كلها مصانع ومخازن مناطق اول مره نجيها. هاي يمكن المقبره. السلام عليكم دار الميلاد من السابقون نحن اللاحقون يغفر الله لنا والفاتحه يرحمه. هاي المملكة العربية السعودية السالمة. هذا الصندوق الروسية السالمة وهاي مصانع. على قولة المثل يقول نسابق الزمن الزمن يسبقنا. الاتجاه نحو المخرج.
خذ على اليمين سيد. مقبرة الجهرة صح 600 متر على بعد 500 متر الاتجاه نحو اليمين. أول دخل على اليمين تجيك من 50 متر خذ على اليمين سيد. والله هني قواطع مقبرة الجهرة والله. الاتجاه نحو اليمين على بعد 150 متر عند الدوار. الله شوف هني كله بياعة على اليمين وعلى اليسار. الله هذا وقف كله يبيعون جت وما جت. شوفهم جت مال غنم وثلاجات واكل. شوفوا علاف هذا شعير وغيره رزقه اغلبهم سودانيين سبحان الله. موفق الجميع. اللهم صل على سيدنا محمد. سيد الجاره كلهم قبائل عربيه. اي هي كل الدنيا كان والد وغيره يا سيدي. شو راح يقول ان فيها حضر وبدو سنه وشيعه. ان الله بالقران يقول انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وادعوا امين امين. على بعد 600 متر هذا والله مسجد حلو بعد اللي بالي يشكر كله. لا اله الا الله لا اله الا الله استغفر الله سبحان الله الحمد لله. حلوه الفكره ذكرهم بايام سيد اللي صلوا ولا بعد؟ أنا بتأكد صلوا ولا بعد؟ هذا هو المسجد مقبرة الجهرة. هاي مرة قاعدة. هذا مدخل المقبرة. السلام عليكم داركم من الله بكم لاحقون ويرحمهم المسلمين بكم مستقيم. صلى الله لنا ولكم العافية. جمعت الصح. الاتجاه نحو اليسار. رحمه الله والجميع فاتح بعدهم ما صلوا صارت أربعة. مسجد منو؟ مسجد عبد الله هلال. ما انتبهنا إن شاء الله نأرخي. تجحيد لي ولا غير؟ سيد عبد الله هلال الحميدي من الشمري نفس النائب عبد الله الحميدي الشمري. وشكرا فاتح.